صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أبي يسخر بي كثيرا يقول أحسن الله إليكم: أبي يسخر بي كثيرا وبأهل بيتي ويشتمنا ولا يحسن إلينا في قوله ولا يعرف إلا النقد، واستخدمنا جميع الأساليب معه ولم تنفع، واشتد الحال في التزامي ويرى أنه هو الصواب وأنا على الخطأ دائما، فما توجيهكم لي؟ لا يصلح منك أن تذكر أباك بالسوء، يصلح هذا منك وليس هذا من البر. عليك بالصبر معه والبر به والإحسان إليه، ولا تذكر عيوبه للناس، لا تذكر عيوبه ومعاملته للناس، اصبر عليه وبر به وصله وأحسن إليه لعله أن يتراجع. وما في شك الوالد أرحم من الولد، ما يحصل من الوالد شيء من الإساءة إلا بسبب من الولد، فأحسن إليه وتعامل معه بالحسنى وهو أرحم منك أبدا. نعم.